المجازين والمعطلين، في نفس الوقت باش نعبروا على رفضنا التام للقرارات ديال وزير التربيه الوطنيه واللي كتمثل في الانتقاء وتحديد شرط السن. ومن هذا المنبر هذا كنقولوا لي نحن نرفض رفضا تاما للتعاقد، لا للتعاقد لا لتحديد السن، نعم لتكافؤ فرص ولا للانتقاء. نأكدوها ونكررها وسنستمر في تجديد اشكالنا النضاليه حتى يتحقق لنا المطلب ديالنا ان شاء الله. في نفس الوقت جينا بغينا نوصلوا رسالتنا والمطلب ديالنا للجهات العليا، حيت عماله اقليم رحامنا زدات علينا باب الحوار ولات فقط تكتفي بالقمع والمنع، تمنعنا من تجسيد اشكال نضاليه سلميه لا لشيء، لاننا كنقولوا ونطالب بتنفيذ وعود عماله اقليم رحامنا. عامل اقليم رحامنا عطانا وعد 2019 و2018 بتكوين وادماج الشباب في المكتب الشريف في الوسطاط، لكن مع الوقت كنلقاو هادشي غير كذوب، كنلقاو هادشي غير افتراء ونصب. بالعكس ملي كنجيو كنجسدوا اشكال نضاليه وكنطالبوا بالحق ديالنا كنتعرضوا للضرب وكنتعرضوا للمنع وكنتعرضوا للرصد من طرف مسؤولي. حنا ما عندناش مشكل مع رجال الامن، ما عندناش مشكل مع القوات المساعده، حنا بغينا الناس المسؤولين عن الاقليم يريحوا معنا ويفتحوا معنا باب الحوار ويشوفوا الملف ديالنا فين وصل. في نفس الوقت من هذا المكان هذا كنبغوا